النهاردة في حدث مهم جدا ل المعتمرين، يعني نقدر نقول المعتمرين بقى أو الزوار لبيت الله الحرام. تم رفع الحواجز اللي كانت موجودة بقى لها سنتين، من سنة 2020 حول الكعبة المشرفة، طبعا عشان إجراءات كورونا وما شابه. النهاردة تم رفع هذه الحواجز البلاستيكية تماما زي ما حضراتكم كشافين، اتفكت. بالتالي لأول مرة من سنتين هيستطيع الزوار وهيستطيع المعتمرون إن هم يقتربوا مرة تانية من جدار الكعبة ومن جسم الكعبة، يقدروا يدخلوا حجر إسماعيل، يقدروا إن هم يلمسوا الحجر الأسود. ودي الحقيقة نتيجة طبعا للإجراءات اللي تمت في الفترة اللي فاتت المتعلقة بكورونا وما إلى ذلك، واستقرار يعني الأوضاع. فده أعتقد خبر سعيد جدا لناس كتير من اللي ناوية أنها تروح عمرة إن شاء الله في الأيام القادمة. برحب بالشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية. فضيلة الشيخ سعد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ عمرو، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يخليك. الحمد لله الأمور تمام والوضع الحمد لله ممتاز. ونبارك لك الحجة المباركة. الله يحفظ حضرتك. الحجة الفضيلة اللي أنت قضيتها في الأيام المباركة. الله يخليك. في المشاعر المقدسة، ونحييك تحية الإسلام أنت وجميع المشاهدين الكرام. الله يحفظ حضرتك، وبنبارك ليكم يعني رفع الحواجز اللي كانت موجودة حول البيت، يعني مرة تانية الناس الزوار والمعتمرين يقدروا أنهم يقتربوا بشكل كبير من الكعبة. الآن لله الحمد صدرت الموافقة السامية الكريمة على إزالة الحواجز لإزالة الأسباب، الحمد لله إزالة كورونا والأوضاع التي مرت على البلاد وعلى جميع الدول العربية والإسلامية. فباستطاعة الآن كل الزوار والمعتمرين والطائفين والمعتمرين الاقتراب من الكعبة ومسك الملتزم، وكذلك تقبيل الحجر الأسود كالمعتاد وكالسنة النبوية. والحمد لله الآن باستطاعة كل زائر أن يقبل الحجر الأسود وأن يصلي أيضا في حجر إسماعيل. كل هذه الأمور الآن تهيأت وفتحت، والحمد لله رب العالمين. انه كذلك كمان أزلنا عمليه التصاريح التي بامكان، يعني كان الاول من يرغب اداء العمره يحجز عن طريق التصريح وهذا، ولكن الحمد لله الان يدخل بدون اي حجوزات وبدون اي شيء. وبدانا في استقبال الحمد لله المعتمرين، وصلنا لاكثر من 25,000 معتمر من دخل من يوم بدا فتحنا. إن شاء الله ستظل الأمور كما كانت في السابق، وإن شاء الله ننتظر المعتمرين والزوار والأعداد التي كانت في السابق كما ذكر، يعني كانت قبل كورونا إن شاء الله وأكثر بأمر الله تعالى. إن شاء الله بنبارك لكم مرة ثانية، وشكرا لوجود حضرتك الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.